بسم الله الرحمن الرحيم. نحتفل اليوم في ختام الدورة التكوينية التي يقيمها المركز الثقافي في جامعة البصرة لمجموعة من الشباب المسرحيين. الغرض من هذه الدورة تطوير هؤلاء الشباب وتقديم لهم الخدمات الفنية والأكاديمية والعلمية والإبداعية في مجال المسرح من أجل تأهيلهم تأهيل متميز ليقفوا على خشبات المسرح في مدينة البصرة. الشباب الحقيقة بذلوا جهد كبير ورائع في الاستجابة، مما يؤكد على أن المستقبل قادم بنتاجات فنية رائعة. طبعا هذه الورشه فادتنا هواي من ناحيه المشاركه بها وتعريفنا احنا شخصيا كفريق مسرحي وفريق موسيقاري ايضا، وايضا اكو بعض الكلمات والابيات الشعريه اللي قدمها الاساتذه حاليا فهي مفيدة جدا خصوصا للأشخاص الموهوبين، وهذه فرصة أيضا. حضور الورشات هذه فرصة لانطلاق الموهبة، فأي شخص عنده موهبة أو يريد يطورها يوصل لمرحلة يبتدي بالمشاركة بالورشات. كنا على مدار ساعتين بالحفل الختامي للورشة التكوينية المسرحية اللي أقامها المركز الثقافي لجامعة البصرة. طبعا كانت الورشة على مدار 4 أيام بثلاث محاور: محور فن التمثيل والإلقاء والصوت، وأيضا محور التاريخ والشباب في المسرح. انطلاقة جميلة، نتمنى أنه تكون تعاون حقيقي لجمار الثقافة والفنون مع المركز الثقافي، وإن شاء الله تكون نتاجات حقيقية تتبلور في الفترة القادمة إن شاء الله. ونحن في الورشة التكوينية المسرحية التي أقامها المركز الثقافي بجامعة البصرة نؤكد بفخر أننا خطونا خطوة واثقة نحو تشكيل مسرحي مستقبلي واعد.